العيال طفرت هي مسرحية كوميدية جماهيرية ذات قصة ومضمون واضحين. هي تستند على قصة واقعية ولكن في قالب مسرحي. طبعا المسرحية تضم كوكبة من أهم نجوم المسرح الإماراتي على رأسهم الأستاذ أحمد الجسمي، الأستاذ بدرية أحمد، الأستاذ عبد الله صالح، الأستاذ جمعة علي. القصة تدور أحداثها بين عائلتين، عائلة من عائلة غنية من مستوى مادي جيد وعائلة من مستوى مادي متدني أو من ذوي الدخل المحدود، يكتشفوا بأن أولادهم متبدلين عند الولادة. بعد 30 سنة بيكتشفوا هاي القصة، وبتدور أحداث المسرحية وتبدأ حينما تأتي الأسرة ذات الدخل المحدود إلى الأسرة الغنية لاستلام ولدهم وتسليم ولدها العائلة الأخرى. أكثر ما ركزنا عليه في هذا العمل عمل نود أن نقدم عمل جماهيري ذو قصة، قصة منطقية وفيها شيء من الوعي في الطرح بقالب كوميدي بعيدا عن الإسفاف، بعيدا عن ما يشاع وما يتهم به المسرح الجماهيري.